11 عاما مرت على نزول اليمنيين للشارع في هذه الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. رغم مرور كل هذه السنوات، إلى أي مدى يبدو واقع البلاد اليوم قاتما للغاية وتبدو آفاق الحلول ضيقة فعلا؟ نعم، أطاحت بالدولة وأطاحت بالنظام. دعنا نكون موضوعيين في تقييم الحالة. كان هنالك حالة ثورية شعبية صادقة تريد التغيير، رفعت سقف المطالب ورفعت سقف الطموح نحو دولة مدنية مكتملة الأركان، بعيدا عن التوريث وبعيدا، وهذا مطلب مشروع. أنا كنت أحد أولئك الناس الذين يطالبون بهذا المطلب، لكني أقول لك وأنا أعرفك وليس ما كان يحصل في ساحة الاحتجاجات، أنه من أول يوم تم تدجين الثورة، تم تدجين مسارات الطموحات الشعبية لصالح أطراف انتهازية، سواء فردية كهذه الحرباء التي تظهر أمامكم في الشاشة، توكل كرمان التي حولت الثروة إلى ريع لها، تحولت من ناشطة معدمة تشحت الإعانات للصحفيات بلا قيود من السفارات ومن هنا ومن هنا، إلى إمبراطورية مالية وإعلامية من وراء الثورة، من كل ما يسقط شهيد كل ما زاد الرصيد. القوى السياسية الانتهازية أيضا انتهزت هذه الحالة الثورية الموجودة لدى الشعب، وحولت طموحات الشعب من طموحات للارتقاء بالبلد نحو دولة مدنية وإصلاح هياكل الدولة للارتقاء بالعمل السياسي وفق طموحات شعبية مرتفعة، إلى كارثة حقيقية. الإخوان المسلمون لم ينزلوا الثورة من أول يوم، بل نزلها شباب أحرار أنقياء، شباب كان سقف مطلبهم التحرير، كثير منهم شهداء، سقطوا شهداء. هؤلاء الشباب عندما نزل الإخوان المسلمين كان أول عمل عملوه أن شكلوا لجنة أمنية للسيطرة على الثورة نفسها. وعندما انضم الجنرال العجوز علي محسن الأحمر في ثاني يوم من أيام جمعة الكرامة، وقتها قلت أن الثورة في طريقها للوأد، لأنه أيضا شكل معادلة جديدة لتدجين الثورة وحرفها في مسار آخر، وهو مسار مظلم. وهذا ما أود السؤال عنه سيد عبد الملك، في أعقاب هذه